السلام عليكم، حياكم الله طال عمرك في بلادكم وعند أهلكم. الأخ الصديق العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يسعدني سيدي أن أرحب بكم بين أهلكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحيي من خلال شخصيتك الكريم سيدي الشعب السعودي الشقيق، متمنيا للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار والاستقرار. لعل أفضل ما أبدأ به عن الحديث عن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هو كلام والدنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، عندما سئل عن السعودية فقال: دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلبا وقالبا، ونؤمن بأن المصير واحد، والمفروض علينا أن نقف وقفة رجل واحد وأن نتآزر.